ولتكون قريبا منا نرجو اشتراكك بالقناة وتفعيل زر الإنذار. انتوما مزيان ناشطين؟ ناشطين. عنده السؤال عنده علاقة بالسبعة ديال الصباح. نعم. شنو علاقتكم بالسبعة ديال الصباح؟ في رمضان ماشي سبعة الصباح شي حاجه كتكال؟ لا ماشي كتكال، سبعة الصباح واش فايت ليك فخشي مع السبعة الصباح في رمضان؟ سؤال عجيب. سي عجيب. يوميا. يوميا. كنفيق مع السبعة الصباح. في رمضان. باش نهبط الريدو ونرجع لنا. عجيب مزيان. هذاك الشيء اللي كاين. فاش كتفيق مع السبعة الصباح سي أسامة في رمضان كتحس براسك أنت هو الناجي الوحيد في كوكب الأرض. هذه معلومة. مع السبعة ديال الصباح جميع الهواتف كتسد، شتي هذيك اللي كتقول لك مخاطبكم مشغول حاليا بيته في الدار ديال جدة. كاين واحد النوع اللي كينعس مع السبعة ديال الصباح وكيفيق مع السبعة ديال العشية. هذا النوع ملي كيقول اللهم إنا لك صمت كيقول ليه الشيطان دوز بريفي. دوز بريفي. كاين واحد النوع اللي كيفيق حتى للربعة ديال العشية وكيقول لك النهار اليوم مجباد، فهمتيني؟ هو راه تجبد في السداري أكثر منه. ملي كتلقى يلاه في الطوطال يلاه صام واحد ستة السوايع في رمضان كله ولا ستة ديال شوال. ملي كتفيق للسحور بعض المرات كتجيك واحد القطعة ديال إلا داز خوك الصغير حداك تقدر تلقاها معاه تقول لي هاش هاد الحسنة ديال والو صح. باش كتصحى أنت؟ أنا مرة أنا البارح تسحرت بملوخية. ملوخية. وعرفتي كنكرها كما السوق. الله يلاه. لأنك كتعرف الملوخية عزيزة عليا وجبتي لي شحقة تسحقني اليوم. عرفتي صيفطتها الوالدة في الكار عرفتي راه شاد الطريق. لا جات مع التاريخ الصلاحية يعني ما طابتش البارح كون راه تلاحت 24 يوم. كيعجبوني الدريات في رمضان اللي كيغسلوا الماعن، عندهم واحد الطريقه باش كيتخلصوا من الماعن زويونه، كتغطي طبسيل فيه غير زيتونه وحده كتغطيه بسته وكتغسلي كلشي فيه عادي مزيان. سولت واحد الصديق ديالي ملتزم شويه قلت ليه واش انا مزوج، قلت ليها هل يجوز التقرب من الزوجه في رمضان وتقول ليها راه كنبغيك الحبيبه ديالي؟ قال لي لا يجوز. قلت ليه واش زعما التعبير على المشاعر في رمضان حرام؟ قال لي الكذوب اللي حرام في رمضان سي باسم. ما المشاعر غتخلق ماسك باسم. لا ما غتخلقش. كنتواصلوا بالشلحه وداك الشيء يعني. النصيحه الناس وقيت السحور دابا شحال من واحد كيصحابو راه الا كلا بزاف وشرب بزاف راه الغد ليه ما غايجيش العطش والجوع، غير هي معلومه راه الجمل هو الكائن الوحيد فوق الكره الارضيه اللي من حقه يخزن الماكله دوير الزمان غير لهاد الناس. رمضان شهر العباده وشهر البارطاج، يعني كاين بزاف ديال السنن زوينه في الثقافه المغربيه. سيكو في المغرب البلد الوحيد اللي يقدر مالين داركم يعطيوك الديسير والحليب تمشي تطحنوا عند الجيران وكاين البارطاج. سيكو ملي كطيبوا شي حاجه زوينه كتعطيوها للجيران، الجيران كيعطيوكم، غير كيوقعوا مشاكل بعض المرات كتكونوا 34 في الدار والجيران مصيفطين لكم جوج بسطيلات صغار تقدر روح تحت الشهر. هذيك المسمنه اللي جايبها ود جيرانكم ما فهمتش علاش. لا البوطه الا لا ما كاينش ديك الساعه بارطاج نتقاسموا الشقه ولا. رمضان شهر العباده كاين واحد النوع اللي كيصلي غير المغرب كيحلل بها الفطور، الظهر والعصر غير المغرب باسبور هذه فيزا، الظهر والعصر كيصحابوا راه بدعه. رمضان فيه شويه ديال الحساسيه في الجوع مع سيك، علاش؟ لان كاين واحد النوع اللي كيجبد فوق هي ما جبدهاش من ذاك العام، عرفتي ملي كيجبدها كتشم فيها ريحه الحرب وكينسى فيها اصلا البلغه دارها فيها من ذاك العام، عرفتي ملي كيلبسها كيدخل للجامع كيبان للناس بحال الا هو العدو الاول للامه الاسلاميه. تقبل الله صلاتك. الله يحفظك.